برئاسه معالي السيد علي بن صالح الصالح بدأ مجلس الشورى اليوم جلسته باختار الساده الاعضاء بالرساله الوارده من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشان استرداد مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون بشان الصرف الصحي والمياه السطحيه من مجلس النواب ورسائل معالي رئيس مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقه على النظام الموحد لمكافحه الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وتعديل الماده 11 من مرسوم بقانون رقم 16 لسنه 2002 بشان ديوان الرقابه الماليه والاداريه بالاضافه الى الاقتراح بقانون بتعديل دستوري لاحكام الماده 91 الفقره الاولى من الدستور. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشه بنود التقرير التكميلي بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم 91 لسنه 2013 ميلاديه وذلك بدءا من الماده العاشره من مشروع القانون وبعد ان استكمل الساده الاعضاء مداخلاتهم بشان مشروع القانون قرر المجلس تعديل الماده العاشره واعاده الماده الحادية عشرة للجنه في حين وافق على الماده الثانية عشرة والموافقه على نص الحكومه في الماده الثالثة عشرة واعاده الماده الرابعة عشرة للجنه لمزيد من الدراسة. النقاش الذي حصل في القانون يثبت كيف أن المواد تناقش بدقة وأن الأمور أيضا التي جرت عليها حتى قبل التعديلات التي في القانون كيف هي دقيقة في مراعاة حقوق الناس سواء كان في أسمائهم في إثبات أه ولادتهم او احياء أه كذلك في الوفاه وان هذه الامور قد يعني تطورت كثيرا واصبح التعديل ضروري اليوم بحكم التغير في الاحوال وكذلك الامور المستجده من الناحيه الالكترونيه وسرعه وصول المعلومه كذلك الدقه في حقوق الناس في قضيه يعني اثبات النسب واثبات الاسم ومن يتولى ذلك وكيف ان الـ 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 الاجهزه الحكوميه تقوم بسد هذه الثغرات إن وجدت هذا المشروع هو مكون من 25 مادة نتمنى أن نستكمل طبعا هذا المشروع هو اليوم متعلق في المادة 10 والمادة 11 متعلق بالمكلفون بالتبليغ عن المتوفى ودور واختصاص الطب الشرعي في ذلك والطبيب المعالج ايضا هذه المواد رتبت من هم المكلفون بالتبليغ عن الاقارب واعتقد بان النص كما جاء من الحكومه هو نص محكم ونص متوافي او متفق مع العادات السائده في البحرين متعلق خصوصا ان التبليغ يتم عاده في مثل هذه الحالات من اقارب المتوفى حتى الدرجه الثالثه ومن يسكن معه أو يقطن معه في المنزل حتى لم يكن من أقاربه.